أخبار اليوم. نادر شكري المتحدث اتحاد شباب مزبيرو فكر النهاردة لتقبيل شهداء مزبيرو في الذكرى الثالثة، بالتأكيد على أن دائما بنفكرهم ودائما في قلوبنا ودائما بنأكد على مطالبهم، مطالب تحقيق العدالة ومحاكمة المتورطين والجناة في هذه المذبحة. بنأكد على ضرورة أن هم خرجوا من أجل مطالب المواطنة، ويجب تحقيقها ويجب تصحيح أخطاء الماضي وتطبيق مع الدستور القادم في تحقيق العدالة والمواطنة ومطالب اللي خرجوا من أجلها الأقباط في مسيرتهم السلمية اللي دفعوا من أجلها ثمن لحياتهم جميعا. التحية شكال القاضي ثروت حماد، احنا قدمنا التحيات مرة تاني وقدمنا سيديهات وبعتها لمبنى مزبيرو للتأكد من صحة الفيديوهات، وتم التأكد منها ورجوعها مرة تاني، ولسه التحيات مستمرة، التحيات ما اتقفلتش. هتعملوا ايه الفترة الجاية يا استاذ نادر باسم اتحاد شباب مزبيرو على المذبحة اللي حصلت؟ عندنا هنعمل ان شاء الله عندنا فعالية مؤتمر قادم طبعا، بالإضافة للقداس بتاع بكرة اللي عاملينه أسر الشهداء في اكتوبر لتقبيلهم، وده تأكيد لاستمرار الفعالية وتأكيد ان احنا هنتابع التحقيقات من خلال المحامين القانونيين معانا. شكرا.